مع شعبنا الكويتي الشقيق، ومع حكومته وقيادته، ومع الأخ سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح. فأقول لهم جميعا ولسمو الشيخ صباح أمير الكويت بشكل خاص، لقد أعلننا بجد وبشجاعة ومبدئية عالية بعد استلامنا لمسؤولية الحزب الأولى بعد غزو العراق واحتلاله، أعلننا إدانتنا لاحتلال الكويت، وقلنا ونقول اليوم أن احتلال الكويت يمثل خطأ مبدئيا واستراتيجيا وأخلاقيا. والسبب الأول لإدانتنا لهذا الموقف من الكويت وبهذا العمق وبهذه القوة هو لأن احتلال الكويت يتناقض مع عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي، ويعتبره البعث خروج عن العقيدة والمبادئ، لأن عقيدة البعث كما يعلم من يطلع على فكره وعقيدته يعتبر الوطن العربي وطن واحد، والشعب العربي شعب واحد، والشعب العربي في أقطاره الذي هو الذي يقرر مستقبله، ولا سلطان لأحد عليه، فالكويت ليس جزء من العراق فحسب، بل العراق جزء من الكويت، والكويت والعراق جزء من منطقة الخليج العربي، والخليج العربي جزء من الجزيرة العربية، والجزيرة العربية جزء من الأمة ووطنها. وعقيدة البعث تحرم استخدام السلاح لتحقيق الوحدة العربية تحريم مطلق، وإنما الذي يحقق الوحدة هو الشعب العربي، فشعب الكويت هو الذي يقرر موقفه من الوحدة، وهو الذي يقرر مستقبله في كل شيء، وكذلك شعب العراق وشعب مصر وشعب الجزائر. وأن دور حزب البعث العربي الاشتراكي يتحدد بالإعداد والتربية والتوعية وتعبئة الشعب العربي فكريا وسياسيا لتحقيق وحدته. والأمر الثاني، أنا كذلك أشهد شخصيا لله وللتاريخ، لولا الكويت والمملكة العربية السعودية ولهذه الحقيقة قد أعلنت موقف البعث الحقيقي وفق عقيدته ومبادئه من موضوع دخول الكويت. ونحن نعتبر اليوم الذي حصل في بين الكويت والعراق هو الصفحة الأهم من صفحات المؤامرة الكبرى على الأمة العربية. كان أطرافها ليس العراق والكويت فحسب، بل كل النظام العربي وكل قوى الشر في العالم، وكانت النتائج كارثية على الأمة وعلى العراق. وسوف لن تتوقف تداعيات احتلال الكويت على الأمة وفي مقدمتها الكويت والعراق حتى إزالة ما حصل فكريا وسياسيا وثقافيا وعقائديا وكلها من جذورها.